في أول موقف رسمي من مقتل الرهائن في غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن من يقتل الرهائن لا يريد صفقة، مضيفا أن إسرائيل لن يهدأ بال لها حتى تصل إلى من قتلوا الرهائن. نتنياهو أضاف أن إسرائيل ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين، معتبرا أن أي اتفاق لإطلاق سراح الرهائن يجب أن يضمن حماية أمن إسرائيل. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في منشور له على منصة إكس، قال إنه يشعر بحزن عائلات الرهائن الإسرائيليين الست